يقول السائل: أكرمني الله بأداء العمرة أمس، فهل يجوز لي أن أؤدي العمرة مرة ثانية عن جدي المتوفى كما يقال؟ يجوز هذا، ولكن تقارب العمرة في وقت قصير ما هو أحسن، ليس هو الأحسن. وخروجك من الحرم إلى العمرة أيضا يفوت عليك فضائل كثيرة، فكونك تبقى في مكة وتتعبد في الحرم وتدعو للميت، وإذا جئت مرة ثانية إلى مكة إن شاء الله تأخذ له عمرة. لكن لو فعلت هذا وخرجت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة لا نقول إن هذا ممنوع، فعلت جائزا، لكنه خلاف الأفضل والأولى. نعم.